ملحن وطن يمكن أن تميز ألحانه بسرعة، فهو يلحن بإحساس ابن الوطن وعاشقه. بدأ متخفياً إلا أنه كان ظاهراً بجمال ألحانه، صريح لا يجامل، وواضح وضوح تلك الأرغام العذبة التي تخرج من بين أنامله. فمن هو ضيف الريان؟ السلام عليكم، أنا خالد الجميلي وهنا ضيف الريان. الملحن القطري مطر علي الكواري ولد في الأول من يناير العام 1962 في قرية عذبة مقابل الغارية، ثم انتقل إلى الرويس ثم إلى أم غويلينا. تخرج من ثانوية التجارة والتحق بالسلك العسكري. عشق الموسيقى صغيراً وتدرج فيها وفي سلالمها حتى أصبح واحداً من أشهر الملحنين العرب، فأهدى أول ألحانه إلى منتخب الشباب المشارك بكأس العالم للشباب في استراليا عام 1981. بعدها درس في معهد الموسيقى بقطر، ثم اتجه لدراسة الموسيقى العسكرية في باكستان قبل أن يسجل انطلاقة جديدة من مصر عام 1991 عندما درس الموسيقى هناك. مطر علي ضيف الريان، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أستاذ خالد. طبعا الواحد عندما يتأمل في الانتقالات هذه بين في حياتك الشخصية وحياتك أيضا الفنية، في تدريب في إعدادك لحياتك الفنية أيضا، يرى أن هناك تنقلات كثيرة. يعني على سبيل المثال، البداية كانت في قرية عذبة، ثم رويس، وبعدين في الدوحة في أم غويلينا. التنقلات هذه كيف أدت وشنو اللي أثرت في حياة مطر علي بشكل عام؟ هي التنقلات، اولا انا احب اشكر اذاعه الريان او تلفزيون الريان، واحب اشكرك انت شخصيا على اتاحه الفرصه لي وان اكون في لقاء مميز وضيوف مميزين اللي سبقوني في اللقاء، وانا سعيد بذلك. بالنسبه لعذبه وبالنسبه لمغولينا وبالنسبه لفريج معمران وفريج ليب، يعني هاي تنقلات احنا كنا صغار. أنا ولدت طبعاً في الدوحة في مستشفى حمدة، لكن إحنا كنا نعيش في منطقة عذبة. عذبة هي طبعاً شمال، تقع شمال قطر، وهي منطقتنا يعني. ذلك كان عندنا بيت في أم غويلينا، كنا نروح نصيف إحنا هناك، يعني مصيف عندنا في أم غويلينا. مصيف في أم غويلينا. إيه، لسكرت المدرسة يودونا هناك في النصقار. بالعكس خالد، هذه خلقت عندي الحب للموسيقى، هالتنقلات هاي الكبيرة. شنو علاقة التنقلات بالموسيقى؟ بين الدوحة وبين القرية، بين العاصمة وبين القرية، هذا خلى عندك عدة اختيارات في المجال الموسيقي، في حفظ التراث إلى حفظ الموسيقى، يعني تنقلات حلوة كانت من صالحي يعني في الموسيقى. طيب في طفولتك، يعني قاعدين نشوف صور يمكن هذه من مرحلة الشباب. اي نعم. وما زلت شاب ابو علي، لكن نتكلم عن مرحلة بدايات الشباب. الله يحفظك ابو علي. في طفولتك كيف تصف نفسك؟ تصف نفسك مشاكس؟ لا، هادي؟ لا، انطوائي؟ اجتماعي؟ لا، كيف كان مطر علي ايام الطفولة؟ انا كنت في الطفولة هادي، بس عقب الطفولة صارت هني عندي شوي. لما دخلت المدرسة يعني؟ ايوه، لما دخلت المدرسة. في سن المراهقة ولا قبل المراهقة؟ يعني في طفولتك؟ في سن المراهقة. كنت قايد، يعني أحب القيادة، أحب أتزعم الشباب في الفريق، أو في الفريق كرة القدم في الفريج كنت أنا الكابتن، أنا المدرب، يعني دكتاتور. ايش كنت تلعب في اي مركز يعني لما كنت تلعب الفريج؟ والله شوف، كنت العب في الوسط، يعني الوسط هو يعني على اساس اني دكتاتور، قلت لك يعني كلهم عندي حذاي قريب. فكنت حتى في الموسيقى لما الفت كونت فرقه موسيقيه، كنت انا قائد الموسيقى، اي قائد الفرقه. لما رحنا المعهد كنت انا مسؤول الشباب الفرقه اللي عندنا في المعهد. قبلها وايد بعلي، يعني شو اللي ربطك في الموسيقى يعني وانت طفل؟
شنو كان الرابط الأساسي أو أول علاقة حب بدت بينك وبين الموسيقى؟ بيني وبين الموسيقى عندي أخوي اللي أكبر مني مبارك بن علي يحب الموسيقى. مسي عليك بالخير. الله يمسي عليك. كان يحب الموسيقى وكان عنده صديق فنان الإماراتي جابر جاسم. كان صديقه كان جابر جاسم في ذاك الفترة هني موجود. فكان يجيب أشرطتهم ويسمعها ويقول لي هاي جلساتنا. أنا أقول شلون جلساتهم يعني؟ يعني يجلسون مع بعض ويغنون. وكنت أشوف العود عندهم فحبيت العود هاي الآلة. أول مرة كانت تشوف عود؟ إيه أول مرة. شنو كان شو كنت تحس فيه؟ يعني استغرب من الآلة هذه اللي يعني الخشبية اللي قاعدة تصدر صوت. فحاولت إني أجمع مع أخوي المرحوم يوسف الله يرحمه. حاولنا نجمع العيديات تخبر والفلوس اللي نحصلها ورحنا شرينا عود. شرينا عود وخشينا طبعا برا البيت عندنا سيائير برا مخربانه وخشينا العود فيهم هناك ما ندري ان الشمس تغوي عليه بيخترب. ايه ينا نهار ثاني لقيناه مكسر. ليش خشيته برا؟ عشان الوالد. يعني الوالد كان معارض جداً. مساله ان انت تكون جداً. معارض علاقتك بالموسيقى جداً. انت واخوك ايضا كلنا خبر انت للشيبان هالقطر الاول والشيبان عموم الخليج يعني انهم ما يحبون الموسيقى ما يحبون ايش اسمه كانت عندهم اشياء خاطئه توصلهم امور خاطئه في يربطون الموسيقى او الفن باشياء كثيره بدور الطرب بدور السكيرت بدور ما ادري شنو بدور ما ادري شنو هذه ما كانت عندهم ثقافه الموسيقى ما كان عندهم حب الموسيقى تخبر غير يعني ان احنا الناس يحرمون الموسيقى ويحرمون الأشياء هذه وأهلنا كانوا على نياتهم يعني مطوع له في الفريج ما يعرف يقرأ إلا صورة الحمد وصورة قل هو الله أحد يقول له حرام ذي يسوي هالشكل حرام طبعا خلاص سمعه ما يرد كلامه فكان كان الوالد معارض جدا للأمور هذه فأنا على فكرة يعني ما طلعت لقاءات التلفزيون إلا من فترة بسيطة كنت احتراما له يعني ما بي أجرحه لأنك بديت متخفي إيه جدا جدا إيه لأن ما حبيت إني أجرحها وحبي للموسيقى وعلى فكرة دخولي الجيش هو إرضاء للوالد دخلت الجيش إرضاء للوالد أنا كنت في ما كان عندك رغبة إنك لا تدخل ما الجيش؟ كانت عندي رغبة فكنت أنا الله يسلمك أدرس موسيقى في مصر لما رحنا جاتني بعثة إن أروح مصر أكمل في المعهد العالي فلما عرف الوالد زعل انك تدرس موسيقى اني ادرس موسيقى توني انت درست موسيقى بدون ما يدري الوالد اي بدايتي انا قبلت الدوره اني اروح مصر قبلت البعثه كانت بعثه عسكريه بعثه لا بعثه وزاره التربيه والتعليم والمعهد الموسيقي اللي كان عندنا فلما رحت مصر قالوا لي زعل الوالد لان سمع انك بتدرس موسيقى رجعت ما كملت حتى يمكن شهر او شهر ونص في بدايه دخولي فرجعت قلت له شنو يرضيك عسكريه اي قال لي العسكري قال لك عسكري رحت العسكري دشيت رحت سجلت عندهم رحت اخبر وديت اوراقي ويا واحد صديق عندي وين الموسيقى العسكريه فيقول لي الضابط اللي موجود نوديك سلاح الجو اقول له ما ابي لا دي ما ابي حاط عينك على شيء ايه وعقب قلت له الله يذكره بالخير يعني شخصيه كنت احبها جدا حتى لو دشيت العسكريه الله يمسيه بالخير فقلت له ابي الموسيقى زعل هي والله زعل كبير يعني قال لي ضابط التسجيل اللي كان بيسجل اللي كان بيسجلني الله يذكره بالخير كان عقيد اسمه حمد كليفي فزعل يعني مني قال لي ليش انت فلان بن فلان بن فلان ليش تروح الموسيقى قلت له انا احب الموسيقى يعني احب في بدايه كلامه اياه كان اسمه الامير الوالد كان يجي القياده ذيك الايام ولي العهد بداية حياة طبعاً هنتكلم عن الثمانينات فلما سمعه يصرخ وياي هاوشني قال له حمد شفيك تصرخ على الريال قال له طال عمرك أبي الموسيقى شوف نظرة الأمير الوالد الشيخ حمد يعني شوف حتى احنا في الثمانينات كنا وفي البداية في بداية الدولة يعني في بداية تطور الدولة قال لي تعال 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 أنت تحب الموسيقى قلت له إيه أنا أحب الموسيقى قال لي زين ليش وليش ما تروح الموسيقى قلت له ابوي ما يحب الموسيقى قال لي زين قول حق ابوك خليني عشان اقنعه قلت له لا ابوي يبي يشوفني بالبدله العسكريه استانس الشيخ حمد ذيك الايام قال لي خلاص يا حمد ودوا لبسوا البدله خلوا ابوه يشوفها ودارت الايام سبحان الله ولحنت
أول أغنية ليك على مستوى الإعلام وعلى مستوى التلفزيون وعلى اللي هي هلي برد. أنا كنت أدرس في مصر ذيك الأيام. رائعة. ودوها حق سمو الأمير، سمو الأمير شافها، سمو الشيخ، سمو الأمير الوالد شافها في التلفزيون وقال منه لحنها هذه؟ قالوا لها فلان فلان فلان. إيه قال وين هذه يشتغل؟ قالوا لها في موسيقى الجيش. أنا جد دشيت الجيش صرت ملازم أول تقريبا وهذه. فطلبني الله يطول عمره عنده في القصر، رحت للقصر قعدت وياه فذكرته بالسالفه هذه، فقال شوف انا عندي نظره كانت يعني ان شلون انت صرت ملحن و... الله يحفظه وانت تستاهل يا ابو علي الله يطول عمرك ويسلمك. طيب ابو علي من اول واحد حسسك ان انت فعلا عندك موهبه، الموهبه الفنيه، موهبه التلحين، موهبه الموسيقى بشكل عام؟ شوف أول الإنسان أول ما يطلع في بداية حياته هو ما يعرف هو يبي يغني، هو يبي يلحن، هو يبي يعزف، هو في كل مجالات هالثلاثة هذه يسويها في بداية حياته يقعد يخربط. لأنك أنت مرة تحلم أنك تصير عبد الوهاب، ومرة تحلم أنك تصير فريد لو ما هذا المعازف يعني كعازف عود، مرة تحلم أنك تصير بيتهوفن كمؤلف موسيقي. لكن أستاذ عبد العزيز ناصر رحمة الله عليه كان له نقطة في حياتي. هو طبعا احنا في اليوم في مسرح الاستاذ عبد العزيز ناصر رحمه الله عليه. الاستاذ عبد العزيز ناصر لو نتكلم كلمتين في حقه على السريع، هو مؤسس الموسيقى القطريه. يعني قبل عبد العزيز ناصر ما كانت في اغنيه قطريه موسيقيه، كانت كلها اجتهادات فرديه. انا سويت بحث كامل عن الموضوع هذا. انت عندك سيمفونيه باسم عبد العزيز ناصر كل... نعم. نعم كل أعمال عبد العزيز ناصر رحمة الله عليه. فهو يعتبر مؤسس الأغنية القطرية أو الموسيقى القطرية من بداية تأسيسه لفرقة الأضواء الموسيقية اللي أسسها هو. فهذا الرجل له دور في حياتي وله فضل علي بأنه هو اللي وجهني في الموسيقى. لما جيت عنده قال لي شنو ميولك؟ وقعدوا وياي قعدوا وياي لين شاف ميولي شنو هو. انا شو اللي احبه هو التلحين والتاليف الموسيقي، فشجعني على هذا ومشيت من ذاك اليوم لين اليوم على النهج اللي اعطاني اياه ابو سعود الله يرحمه. رحمه الله عليه. طيب ابو علي انت كم عيالك الله يحفظها؟ علي وشاهين. علي وشاهين ونوره وفاطمه ونجله، ثلاث بنات وولدين. اذنهم موسيقيه؟ أذنهم موسيقية كلهم، يحبون الموسيقى ويسمعون الموسيقى وينتقدوني ويناقشوني في الألحان. حد منهم حاب إنه يغني مثلاً؟ ما أعتقد، ما يلحن؟ ولا يلحن. طيب. شاهين كانت عنده بداية إنه يحب الموسيقى، يحب يغني، يحب كذي، بس ما أعتقد يعني أنا راح أخليه ماشي في الموسيقى، الموسيقى صعبة. والدك رحمة الله عليه كان عنده معارضة كبيرة لمسألة دخول مجال الفن، أنت نفس الشيء؟ هل تعارض دخول عيالك؟ لا أنا ما أعارض، ما أعارض، أنا بس إنما الفن في الوطن العربي ما له قواعد قوية، أو نقول في الخليج العربي غير مصر وغير البلدين هذه يمكن لا. ما له قواعد قوية يعني. من أي ناحية تقصد يعني ما له قواعد قوية؟ يعني ما له مستقبل؟ أختصر يعني لك. بالمصطلح الشعبي ما يوكل عيش؟ ممكن وممكن، بس أنا اللي أقصده غير. إيش تقصد؟ أقصد إن إحنا في الخليج، إحنا في قطر هني عندنا فنانين وعندنا موسيقيين. أنا ما حسي أن اهتمام فيهم على أساس إن أدخل ولدي أو ولد ولدي يعني مجرد انه لو طلع فنان. يعني قصدك ما في اهتمام ادبي ومادي ايضا؟ بالضبط. احنا عانينا كثير، جهل اعلامي، جهل التلفزيون، جهل الاذاعه، يتجاهلونك في كل الاشياء. ممكن انت ملحن، ممكن يجيبون ملحن من برا يلحن عادي عندهم. ممكن انت فنان، يجيبون فنان من برا يغني عندهم وعادي خلاص. وانت تحديت هذه الامور كلها ابو علي جدا، وقدرت ان انت الى حد ما ان انت تكسب الرهان ضد كل هالتحديات بالضبط. هذه بالضبط. رغم ان انت شخص ناقد وبشده للاعلام، وتنظر الى الاعلام انه يهمش الاعلام القطري بالتحديد، انه يهمش المواهب القطريه. صحيح. هل ما زلت تحمل هالفكره هذه ابو علي؟ والله انا احملها من انا كنت سعيد باني شاركت في فكره انشاء الريان، وانا اللي
شاركت في إنشاء إذاعة الريان في البداية، تأسست على يدي طبعاً بالتوجيهات من قيادتنا العليا. وإذاعة صوت الريان أو تلفزيون الريان لما إنشأ كنت أنا أقول شنو هذه فكرة التلفزيون، شو بيسوي؟ فذلك بعد فترة شفتكم أنتوا في التلفزيون تخربطون وتضحكون وتهذي وتسوون، لين صرتوا أساتذة ووقفتوا على ريلكم. شكرا طبعا لقناة الريان إنها أسستكم. شفت الجلسات يبون شيء، يبون روح قطر، يبون طبيعة قطر. الحمد لله الريان اللي فتحته تحس أنك في قطر، فهذه الحمد لله يعني الواحد تطمن على العام من هالطريقة. شهادة نعتز فيها أبو علي، ونتمنى بإذن الرحمن نكون عند حسن ظنك وظن جميع المشاهدين. إن شاء الله. أبو علي، أنت حد من عائلك يدرس برا صح؟ ما يدرس برا، علي في الـ 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 في أم في الأمم المتحدة، في ما شاء الله عنده بقطر في الوزارة الداخلية في في فيينا. طيب، في رسالة من ولدك علي. علي تحب تسمعها؟ يا ريت، فاجأني والله الصراحة. نسمع. علاقتي في الوالد من يوم كنت صغير هو مثلي الأعلى ولا زال، فكنت دائما أحاول أغلده. وصلت مرحلة في العمر يعني يوم كنت في الابتدائية ما عاد أقعد في البيت، ما عاد أروح أماكن عادية، لا أشوف أبوي وين يروح بروح وياه، يروح المجلس أروح معه، بيروح الزرع بروح معه. درجة أذكر أن كنت أتوعى نص الليل أفرش لي فراش عند باب الغرفة أساس إذا قام الوالد الصبح بيروح الزرع أحس فيه، ما يروح إلا أنا وياه. فكنت شوي يعني ملغ عليه حتى ما خلي ياخذ راحته ويا ربعه ولا بالسوالف، قاعد عنده مول مجابله الله عليك. وكنت دائما احب الفترات لما ارجع من المدرسه اروح المجلس احصل الوالد عنده استوديو هناك، احصله قاعد يدندن الظهر. على ايامنا كانت التسجيلات بالكاسيت، فكان يدندن ويسجل بالكاسيت واروح اقعد قدامه. مرات اذا خلص تسجيله من الكاسيت نسمع انا وياه، نسمع الاغنيه اللي كان يغنيها اللي دندن عليها. بحكم سني الصغير انا كنت اجهل اني قاعد اسمع اغاني وطنيه غيرت معنى الاغنيه القطريه. سلم عليك علي. عليك وعليك السلام، والله فاجأتوني حبيبي، مشتاق له والله، من زمان ما شفته. متى اخر مره شفته؟ والله من قبل كم؟ اربع شهور تقريبا، خمس شهور تقريبا. الله يرده بالسلامة ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. قال ان انت غيرت في الاغنيه الوطنيه، واعتقد يعني انت بنفسك راح تقول ان شهاده ولدك فيك اكيد بتكون مجروحه. أكيد أكيد. لكن وانا شخصيا شهادتي فيك مجروحه ابو علي، لكن يشهد الله ان لك مكانه في قلوبنا. يا حبيب قلبي، ونحبك ونعزك ونحترم فنك ونحترم شخصك قبل ما نحترم فنك ابو علي. ابو علي طبعا قدامنا مجموعه من الابراج ابيض واسود. نعم. الان طبعا راح اسالك مجموعه من الاسئله، الجواب عليها راح يكون نعم او لا، لكن نعم راح تعبر عنها بالابيض ولا راح تعبر عنها باللون الاسود. قدامك زرين ابيض واسود راح تضغط عليهم قبل ما تعطيني اي تبرير او قبل ما تعطيني اي كلمه كرد للجواب. ان شاء الله. واضح؟ واضح. مستعد؟ اي جدا. مطر علي يتمنى ان لا يعود لايام الطفوله. صحيح؟ ليش؟ كانت قاسيه؟ جدا. ما تحبها؟ لا. ليش؟ كان الوالد غاسي في معاملته، يعني كنا في ميلس صب قهوة لا تطلع نروح نصلي نروح، هذه كانت حياة. كان يضربك الوالد؟ أوه عادي يعني، هذه مثل الحلاوة. رحمة الله عليك. الله يرحمه. مطر علي ليس اجتماعيا، صحيح؟ أبيض. خطأ؟ أسود. أنت اجتماعي جدا. مطر علي يخاف من كلام الناس. لا. أسود. ما تخاف من كلام الناس. لا 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 مهما كان. لا ما كان، لأن عندي ثقة في نفسي كبيرة وإيماني بالله قوي، وأحسب الخطوة إذا سويت شيء أحسبه يعني مضبوط، يعني ما أقدم على شيء إلا أنا حاسب له مليون في المية. مطر علي مزاجي. أوه. أبيض؟ أبيض. لأي درجة؟
قول اللي تقول. مزاجية مزاجية فنية ولا حتى في بيتك مع أهلك؟ لا لا، في كل شيء. في كل شيء؟ كل شيء. ما أدري ليش، ما أعرف السبب طبعا، بس مش كثر يعني تقلب مزاجك يعني؟ والله شوف، ما هو ما يتقلب يتقلب يعني. يعني الحين أنا قاعد أشوفك رايق، هل في الفقرة الثانية راح أشوفك؟ لا لا، مو بهالسهولة بسرعة يعني. يطول معاك الموضوع. زين، طمنتني. طيب، مطر علي ربي عياله مثل ما يربيه أبوه؟ لا لا. ما ضربت عيالك؟ والله شوف، أنا ما أضربهم، بس علي ضربته مرة، ونورة ضربته مرة. يعني شكل الوالد، ها؟ يعني نفس الشيء. لا لا، بس مرة مرة يعني. الوالد كل صبحية شاهين فرط؟ شاهين فرط. فرط، ها؟ اي والله فرط. طيب، تنقلاته ما بين قريته والدوحة وسعت مخيلته. كان طفل هادي تميز منذ الشباب بأنه يحب القيادة، حتى كان دكتاتوريا صغيرا مثل ما يصف نفسه. عارضه والده في مسألة دخوله الفن، دخل الجيش إرضاء لوالده الموسيقار عبد العزيز ناصر رحمة الله عليه، وأول من تنبه لموهبته. هذا هو مطر علي الكواري. بعد قليل راح نواصل معاكم رحلة مع هذا الملحن بعد الفاصل. حياكم الله. منذ أن بدأت أنامله تداعب أوتار العود وهو يرسم لنفسه خطه الخاص في مجال التلحين، مقتدياً بالموسيقار القطري المعروف عبد العزيز ناصر رحمة الله عليه. ولأنه صاحب إحساس مرهف، فإنه نجح في أن يكون ملحناً للكبار من الفنانين، من بينهم طلال مداح، لطيفة التونسية. يشغل حالياً منصب قائد الوحدة الموسيقية في الجيش برتبة عميد. سيادة العميد مطر علي، حياك الله في الفقرة الثانية. طبعاً لحن هناك لحن طبعاً في عام 1981 كان تقريباً أول لحن بالنسبة لك، كان للمنتخب القطري، تذكر هذا إيه؟ العمل؟ هذا أول لحن لي يسجل كعف الإعلام، بس كانت لي ألحان قبلها، كنت أنا دندن على ألحان، وكانوا يقنونها أخواني الفنانين ناصر صالح، أحمد علي في ذيك الفترة، بس إنما ما يحطون اسمي تقابل، يقنونها في جلسات، يقنونها في هذه، بس لكن كعمل رسمي تقريبا هذا كان اول عمل رسمي. هذا كان اول عمل لي مع اخوي الله يمسيه بالخير احمد علي، فنان قطري جميل بدايه الثمانينات. فكنا كان في فتره منتخبنا في اللي خذ الثاني على كاس العالم، اللي خالد سلمان وبدر بلال وما تخبر اصدقاء لي، وكنا نلعب كره ويا بعض، فحبيت أن أقدم شيء لهم. وكان الله يمسيه بالخير شاعرنا الجميل خميس مفتاح، كان يلعب عندنا في نادي قطر، أخو منصور مفتاح، كابتن أخو منصور مفتاح. خميس لعب جميل. العمل كان من كلماته هو. هو كلماته هو. فلحنته وأحمد علي غناها، سجلناها في الإذاعة والتلفزيون. في إذاعة قطر سجلناها. في نفس الحديث طبعا عن الفن والموسيقى، هناك طبعا الدراسة، درست في مصر الموسيقى. نعم. ودرست في معهد الموسيقى في قطر، ودرست الموسيقى العسكرية في باكستان. أنا شوف، جمعت بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية. الغربية وين درست؟ في باكستان. أنا درست الموسيقى الشرقية البكالوريوس في مصر خلته، ودرست الموسيقى العسكرية في باكستان، ودرست الماجستير في جامعة إيلز في بريطانيا. من جامعة إيلز خذيت في مجال الموسيقى. الموسيقى أيضا. إيه. حتى اني قدمت على الدكتوراه فتره معينه، بس وظهرت سبب ارتباطي بالشغل، وما كان عندي اجازات يعني اني اكمل، وحاط في راسي اكمل، بس بعد ان شاء الله ما تقاعد. الله يوفقك. بالعكس، اتمنى هالشيء. فكنا وين احنا واصلين؟ كنا نتكلم عن باكستان ودراسه الموسيقى بين الموسيقى الغربيه والشرقيه. الغربيه والشرقيه. الغربيه طبعا هو بحكم موسيقى العسكريه والسلامات الوطنيه، وإشرافي على مراسم سمو أمير البلاد المفدى والدولة كاملة، فإن لازم تكون لي هني دراسة غربية، لأن السلامات الدولية والعالمية والتوزيع الهرموني كله غربي يعني. بما أني ملحن، خذت الجانب الموسيقي الشرقي بما أني ملحن. أبو علي، أنت اليوم ملحن وصرت على مفارقة في
في مجال التلحين سواء كان في قطر ولا في الخليج، فكرت تغني؟ شوف، هو الملحن يغني؟ لا لا، أقصد تغني علنا يعني. لا لا، تكون مغني. لا لا، أنا ما اخترت التلحين لأنه ما بيغني، لأن في كثير من الملحنين غنوا. الملحن يغني؟ لا لا، أنا ما أقصد لم أكيد يغني لما يلحن طبعا، لكن أنا أقصد أنه يسجل عمل وهو يغني. فيه مميزات فنان، أنا ما عندي مميزات الفنان. شلون يعني؟ يعني أنا صوتي مو عذب أساس أني أغني. متأكد أنت من هالكلام؟ هي طبعا. متأكد من هالكلام؟ أكيد مليون بالمئة. طيب خلي الجمهور يحكم. الله الله. حلو بالي. لا والله مو حلو. انا صراحه يعني انا راح اطلب بعد الحلقه، راح اطلب التسجيل بخليه عندي عشان اسمع دائما، بس يبدو للاسف الكواليتي ما كان عالي. لا هذه مسجله، هاي علي طلب مني قصيده حق صديقه وتك، هو يبغى لحنها لي لحنها، قلت له طيب لحنته بس خلي عمك عيسى جبيسي او فهد جبيسي او احد من الشباب يغنيها. قال لا بس طرش لي بصوتك بسمعها. طرشت له واحد بواحد. حلو يا خالد. طيب ابو علي، لقب ملحن وطن ماذا اضاف لك؟ والله شوف، هو طبعا للغاب يعني جميل لما تطلق عليك من جمهور، من محبين، من يعني هذا اعتبره اللقب يعني شو اضاف لي، انا حطه على راسي يعني، مو اضاف لي لا يعني، لا حطه على راسي يعني. حفزك دعمك القيام باعمال طبعاً اكثر؟ طبعا طبعا. بس الفتره الاخيره يعني في قاعد نشوف في ركود كبير عند المطر علي. والله شوف، هو كل ما يكبر الانسان يعني يثقل شوي. ما لا بالعكس، انت قاعد تقول بعد التقاعد انا بروح ادرس دكتوراه. ايه، لان الشغل ترى 80% الشغل ياخذ وقتك. لا انت تتكلم عن نشاطك، انت تقول انا ثقلت. إيه؟ ثقلت في مجال التلحين اللي انت تستطرب وتستمتع فيه. صح. بتروح تكمل دكتوراه ودراسه وبحث وعمل وجد واجتهاد وشغل. إيه؟ صح، لان الانسان اللي كبر ترى يميل صوب الاشياء العلميه والنظريه والدراسة أكثر من العملي، لأن التلحين خالد جهد، سهر، تفكير. يعني أنا في فترة الحصار سويت 15 لحن في الفترة هذه، من بداية الحصار ليومك هذه 15 لحن، ما كنت أنام. يعني كنت أداوم الصبح وأرجع من الصبح أروح الظهر للستوديو، من الستوديو لي في الليل كورال وهذه، يلا سجل ونزل وبث، وجهد يأخذ منك. فريحت في الفترة هذه في فترتين، لكن ما ريحت، ما جلست يعني. شوف، ريحت في الفترة هذه، الحين رديت على التلحين الوطني طبعا، أجهز أعمال وطنية. بس الغريب أبو علي إن أنت صار لك فترة واقف، فترة الحصار 15 لحن خلال تقريبا 3 شهور. إيه وايد. إيه وايد، لأن قهرنا الحصار طعنة كبيرة خالد، من أشقاء، من ناس كنا نحطهم في يوم من الأيام لأنهم يعني عمق لنا، أخوة. في يوم من الأيام نقعد الصبح نلقى احنا محاصرين بر، جو، بحر، اتهامات من كل صوب تينا على قطر. يعني هذه ترى سوت لنا رد فعل قوية في نفسيتنا. أنا كفنان عبرت بهالطريقة، أنت تعبر بطريقتك، الرسام يعبر بطريقته، السياسي يعبر بطريقته، في كل واحد يعبر بطريقته في هالشيء هاي. فكنت انا شفته بعد غليل يعني، يعني لان في نف في قلبي شيء دائما ابي اطلع يعني في من سبه الحصار هاي. طيب ابو علي، عيسى الكبيسي طبعا اشتغلت وياه، شكلته ثنائي جميل وناجح جدا.
الثنائي هذا شو اخباره؟ ما زال مستمر؟ اي جدا مستمر. اخر شوف عيسى، خل عنك الثنائيات وخل كصوت، من اجمل الاصوات اليوم على مستوى الخليج العربي والوطن العربي عيسى. وبعدين عيسى من احلى الاصوات الرجاليه، تحس في صوته رجولي وتحس الكلمه في صوته مفهومه. بعض المطربين تقعد تقرب اذنك عشان تسمع شو يقول عيسى. لا، ريح نفسك، حط نفسك شيء بيوصلك بصوته بكلامه، بيوصلك يعني عادي. فاخر اخر شرطه اللي نزلها، اقول الاغاني اللي نزلها كان لي لحنين ويا عيسى. بس يبدو ان انت رايك في عيسى مؤخرا انه خلاص بدا شوي يصير دروب عنده. لا لا، ما اعتقد ابدا. ايش رايك فيه؟ عيسى ما يحتاج. عيسى كصوت، عيسى زي الذهب. عيسى ذهب؟ كل ما يقدم يحلى. عيسى ذهب؟ جدا. طيب ايش رايك نسمع عيسى شو يقول عنك يا ذهب؟ تفضل. يلا نسمع الذهب. ابغى اتكلم عن ابو علي في اشياء بعيدة عن الفن. ابو علي اخ وصديق وفنان، واذا بتكلم عن مطر الانسان يمكن هذه الكلمة، مطر يحمل كل المعاني اللي تحملها هذه الكلمة للأمانة. وعلاقتي فيه يمكن أكون أنا أقرب شخص من أصدقائه اللي عاشره على الصعيد الشخصي أو صعيد العمل. عنده غيرة كبيرة على وطنه، ما يرضى على وطنه، غيور، يحب يقول كلمة الحق، ودائما الصدق اللي فيه يخليه صراحته قوية، ممكن الناس تفهمه بمنظور ثاني. لكن أيضا يحمل مشاعر رقيقة، يمكن يتأثر في أغنية يسمعها، ممكن يعني فجأة تلقى دموع انزلت. وأتمنى إن شاء الله أن تدوم العشرة بيننا والمحبة. وأنا يعني أحمد الله سبحانه وتعالى على أني أنا كسبت أخ وصديق وفنان رافقني طول مشواري الفني وأضاف لي وساعدني كثير، وربي يوفقه. أتمنى لك الخير هو أسرته الكريمة. ألف شكر لكم. يا سلام عليك فنان عيسى. بجاسم يعني تكلم عن نفسه ولا تكلم عنه؟ يستاهل بجاسم. بس قال ان انت بسرعه يعني دموعك سخيه، خاصه لما تسمع لحن حلو. ايه شو الاغنيه اللي تبكيك؟ شوف، هو مستحيل حد يقول لك مطر علي ترى دموعه تنزل. ها، اللي الشخصيه اللي قدامك كذي، ترى انا بسيط جدا. اي موسيقى حلوه، اي منظر ياثر فيني، ترى خاصة منظر الأطفال يأثر فيني كثير. وأغاني أم كلثوم هي اللي تنزل دموعي. شنو بالتحديد؟ في أغنية معينة؟ بعيد عنك حياتي عذاب. ذكرك بشخص ولا بفترة من العمر ولا بس لأن موسيقتها حلوة؟ إذا قلت لك بشخص أم علي بتنقز لي، تقول لي منو الشخص؟ أنا سألتك ولك لك حقية الرد من عدمه. لا لا، وأنا مالي خص يا أم علي. شوف، أنا لما أسمع أم كلثوم، لأن أم كلثوم هذه شخصية قريبة جميلة جدا. 40 سنة أو 50 سنة إحنا على مستوى من توفت، ما حد جاء سد مكانها. أم كلثوم فيها ميزة خالد، لما تغني تمثل الكلمة، تعبر بيدها، تعبر بتعبير وجهها، توصل لك المعنى بسهولة. إذا أنت عاد سعيد سعيد، إذا أنت عايش عايش، إذا أنت حبيب حبيب، إذا أنت يعني يوصل لك، خلاص يوصل لك الكاركتر مالها. فجمال الدنيا. Thank you.
شو تقول؟ رجعوني يا عمي، رجعوني يا عمي، الأيام اللي اي والله رجعوني عينيك يا ابو علي الايام اللي راحوا. لو تغني ها ابو علي، طبعا لحنت للفنانين كبار مثل طلال مداح على سبيل المثال رحمه الله عليه. الله يرحمه. التلحين للكبار كان فرصه بالنسبه لك ل طبعا توسيع قاعدتك طبعا كملحن والانتشار بشكل طبعًا اكبر. العلاقه اللي بين الملحن والفنان، من اللي يبدا الخطوه الاولى دائما؟ شوف طلال حصلت لي حادثة وياه جميلة جدا رحمة الله عليه، وطلال إنسان قبل يكون فنان. طلال أنا طلالي في بدايتي، يعني أحب طلال، فزار الدوحة فترة من الفترات مع صديقي حمد الكواري، كان هو صديق طلال، فقلت له إذا طلال موجود وشفت فضة الغرفة فضت عنده وسويته اتصل لي خلني اجي اسلم عليه واقعد وياه خمس دقائق واطلع عنكم، بس لا تقول له انا ملحن. ذيك الايام انا ملحن يعني، بس عن طلال شو اقول يعني انا ملحن؟ لا. اتصل لي قال لي ما حد عندنا فرصه، ورحت له جلست ويا طلال مداح وسلمت عليه وكان جميل في الجلسه، ما حد عندنا، فجيت بروح عنه قال لي لا اقعد عندي مؤتمر صحفي لين الصحفيين روح عني، وهو ما يعرف مطر علي منهم. جو الصحفيين لما جو سلموا علي كلهم، كان عندي أوبريت أنا معروض فترة من الفترات قبل أسبوع، وكانوا يبون يسوون معي مقابلة ما حصلوني فرصة، كانوا موجودين ازيك أستاذ مطر احنا نسمع وكنا الأوبريت حلو، وهو يسمع سكت، فلما سوى يتبستأذن منه قال لي لا قعدت عنده، فهو يسوي المقابلة قال حق الصحفيين أنا عندي مفاجأة، قالوا له شنو المفاجأة؟ قال عندي أغنية قطرية إن شاء الله بغنيها. أنا طبعًا ساكت قلت أكيد عبد العزيز ناصر حد مني عني. قال من الملحن ممكن تقول لنا؟ قال لي نعم مطر علي راح يلحن لي أغنية قطرية. يعني كانت مفاجأة جد كبيرة بالنسبة لك وقتها. وقت كبيرة طبعًا. حطك تحت الأمر الواقع. هو يبي يردها لي شلون قصيت علي أنت موسيقي ولا تقول لي؟ قال لي هي يلا. فأنا خذيت من مجاملة من طلال، قلت جاملني الريال وهذه ومشكور بعبد الله ما قصر. بعد أسبوع لقيت يرن علي التليفون، قال لي سويت؟ قلت له أبو عبد الله يا أخي أنت تاريخ بالنسبة لي، سويت في هالسرعة أنا أحسبك تجاملني؟ قال لا ما جاملك، أنا أبي أغني أغنية قطرية من عندكم، أرسل لك كلام؟ قلت له أرسل لي، أرسل لي كلام مسيتني الله يسعد لي مساك، كلمات ما يحضرني من الشعر، أرسلها لحنت له قال لي حلوة. قلت له طيب أسمعك أغنية قطرية ملح كاتب قطري محمد بن ناصر العطية، قال لي سمعني. سمعت إياه قال سجل لي إياهم ثنتينهم، سجلتهم ورحت عنده، عشت عنده خالد يمكن أسبوع تقريبا، من أحلى أيام عمري في الموسيقى، تعلمت منه كثير في هالأسبوع هذا. يعني طلال مداح لما يدش الاستوديو وأنا أستأذن أروح أصلي ولا أروح هذه يبند التسجيل ويقعد ينتظرني في الاستوديو ما يغني، قلت له أبو عبد الله ليش ما غنيت يعني أنت حافظ اللحن هاي؟ قال كيف أغني والأستاذ مش موجود؟ لا أنا أستاذ. قال لي قلت له يا أبو عبد الله ما رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. أبو علي أبيض وأسود. مطر علي ملحن انتقائي، أبيض ولا أسود؟ انتقائي فسرها لي شلون يعني. ما راح ارد عليك، كيف تفهمها جاوب. انتقائي. انتقائي شلون انتقائي ابو علي؟ ايش اللي فهمت من السؤال؟ فهمت من السؤال يعني له مزاجيه في التلحين يعني. له مزاجيه يمكن حتى يعتمد على الكلمات. اي تعتمد على الكلمات؟ تعتمد على الكلمات كثير. يعني هل ممكن تلحن كلمات الجيل الحالي؟ إذا كانت حلوة ليش لا؟ إذا لامستني في الجيل الحالي في شعراء جميلة موجودين. بالنسبة لمطر علي التلحين مهنة؟ لا مش مهنة بالنسبة لك؟ لا. ما هي إذن؟ هواية. ما زلت هاوي؟ أي ما زلت. ما زلت هاوي؟ نعم. شوف لو امتهنت التلحين راح أوقف. ليش؟ فترة معينة راح أوقف. ليش؟ لو امتهنت مهنة. جاهز السؤالي بعده؟ تفضل.
مطر علي صريح. نعم. لأي مدى؟ والله شوف الصراحة حلوة يا خالد. ممكن تخسرك حد؟ إيه خسرتني كثير كثير. بس ما يعني شو أسوي؟ مهتم بصراحتك بشكل كبير. لازم. عشان تثق فيني أنت. أنا واثق فيك. أنا واثق فيك يا أبو علي. بس راح أثق فيك أكثر لما تجاوبني على السؤال الجاي. ألحانك للبيع؟ والله ما بعت. لا. ما بعت الحال لحد الآن. الموضوع هذا ما دخل لك ما سوى لك دخل مادي أبدا؟ لا والله خسرني. خسرك؟ إيه. أنا اليوم الله يسلمك قلت لك أنا يمكن من الأغاني اللي نتجتهم في الحصار هذيل 15 يمكن أغنية واحدة سجلتها على حساب شركة. والباقي؟ كتسجيل بس مو بثمن. أنا الألحان الوطنية ما أمسك عليها ثمن. الباقي كلهم على حسابي أنا. ليش ما تأخذ عليها؟ الوطنية ما أعتقد لأن أنا كل يوم ألحن وطني. ومن يعني فالوطنية أنت من نفسك. شلون تأخذ ثمن؟ أطرح عليك آخر سؤال ونسكر الموضوع الأبيض والأسود ونطلع فاصل. يلا. أبو علي يستحي يتكلم بالفلوس. إيه. نعم. تستحي تتكلم بالفلوس؟ يا أخي أحس مو بحلوة. رغم انك فاتح استوديو. اي الاستوديو غير. بعت الاستوديو اخر شيء صح؟ اي ما بعته وصل في فهد. وصل في فهد. بعته ولا ما بعته؟ اي بعته. بعته على فهد الكويسي. بعته بفلوس؟ اي الله يفتح عليك ان شاء الله يفتح على فهد باذن الله. حبيبي. اذا جمع بين الموسيقى الغربية والشرقية. التلحين بالنسبة له هواية وليست مهنة. لقب ملحن وطن كان اضافة له دفعتها للأمام. 15 عمل فني لحنها منذ فرض الحصار على قطر. لا يحسب الفن عملا تجاريا وإنما هواية. هذا هو مطر علي الكواري. بعد قليل نفتح نافذة أخرى على حياة هذا الملحن الكبير مطر علي. خلكم معنا. حياكم الله. ما زال في جعبة إبداعه الكثير، فهو يخترع اللحن ويبدع في صياغة جماله حتى يحولها إلى سيمفونية رائعة تطرب الآذان. مطر علي وبعد هذه الخبرة الطويلة صار خير خلف لخير سلف، وبات وريث مجد الراحل عبد العزيز ناصر رحمة الله عليه. فبماذا خرج من تجارب هذه الحياة؟ هذا السؤال نسأله لمطر علي. بالنسبة للفن في حياتي طبعاً خالد، شوف هي كل هواية متعبة. يعني الفن متعب، يعني ما كان بالسهولة. بس متى أنا حسيت بالفن صحيح وحسيت بالراحة؟ لما وصلت من العمر، يعني في سني هذه، يعني حسيت مجهوداتي ما ضاعت الحمد لله. أولاً شباب يحبوني، جيل طلع يحبني ويقدرني. تستاهل خير. شعراء يحبوني أحبهم. يعني كأسرة فنية في الوقت هذه يثقون في كلامي، يستشيروني. أنا يعني حسيت بنفسي الحين في الفن، يعني أنا قدرت من الشباب اللي موجودين. أبو علي أرجع شوي على الأشياء شخصية أكثر. هل في حادث أو موقف مريت فيه تتذكر اليوم وتحس إنه ممكن يبكيك، كان محزن جداً بالنسبة لك؟ والله شوف مواقف كثيرة خالد. يعني مفارق حبيب، يعني آخر، يعني خاصة لما يفارقك إنسان عزيز. كنت وياه في سفرة ورحت السفرة مرة ثانية ورحت المكان نفسه وما كان وياك. يعني مات الله يرحمه. علي السادة رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. كان فترة وياي في شو اسمه في تركيا وتوفى الله يرحمه. ولما رحت مكان الثاني مرة بدونه كشباب، احنا رحنا كأصدقاء، يعني أثر فينا وجوده ومكانه ومشيته. أي سنة الكلام؟ السنة هذه. السنة ذي. رحمة الله عليه. الله يرحمه. التلحين أبو علي أعطاك شهرة، لكن شو اللي خذ منك؟
خذ مني الاجتماع العائلي. فلوس؟ وفلوس كثير. انت تاجر اليوم ابو علي؟ عندك تجاره؟ ما عندي مع الاسف. ما اعرف، انا ترى سويت كذا مشروع ما نجحت. ما عندي تجاره، ما عندي طيب؟ دبلوماسيه في التجاره. لانك طيب ابو علي؟ لا اعتبرها ما ادري شلون مني انا، يعني ما احب، ما ادري شلون، ممكن يجيني واحد اعطيه شيء يزعل اللي وياي مشاركين. يعني تعتبر نفسك تاجر فاشل ابو علي؟ فاشل اي اي بدرجه كبيره. فاشل في التجاره؟ اخسرك. هذا تحذير مهم ابو علي، ترى هذا تحذير جدا مهم. تتخيل نفسك بدون موسيقى ابو علي؟ لا. كيف بتكون؟ لا ما اعتقد، اقول اعوذ بالله من الشيطان اني ما اكون بدون موسيقى. يا اخي الموسيقى غذاء الروح يا خالد. الموسيقى وردة الحياة، يعني في الحياة ناقصة بدون موسيقى. انا اعتقد ان كلامي يعني اللي يقول لا على كيفه يعني، بس انا اتكلم عن نفسي، ان يعني الحياة ناقصة بدون موسيقى. شفت الهواء والماي شلون مهمين في الحياة، والنسم في الروح والجسد، الموسيقى هذه واحدة منهم. بالنسبة لك؟ بالنسبة لي، بالنسبة لي، بالنسبة للناس، لازم الناس تفتح. يعني ليه متى احنا نسكر عقولنا؟ لازم نفتح، لازم نحب الموسيقى. ترى الموسيقى ثقافة. بقى لي فترة من فترات كنت انتقد الشيلات. إيه جدا، ليومك هاي انتقدهم. ليوم. ليش؟ خالد فوضى كتسجيل، كأصوات، نشاز. أنا أسميها، خلني أقربها لك، الأغنية المشوهة. الأغنية المشوهة؟ إيه. بس اليوم قاعدين نشوف، معلش يعني أحترم رأيك، ولكن قاعدين نشوف اليوم شيلات ضربت ضربة كبيرة أكثر من الكثير من الأغاني اللي كان لها وزن وقيمة، واشتغل عليها الملحن الفلاني، واشتغل عليها الموسيقار الفلاني، وعزفها العازف الفلاني. قاعدين نشوف الشيلات هذه اللي قاعد تقول عنها الأغنية المشوهة ناجحة بشكل كبير، لها جمهور ضخم. أوكي، كل شيء خراب وكل شيء مشوه ينجح، يعني ما بشرط أن الحلو ما ينجح. أي شيء فيه خطأ في الحياة تلقاه يضرب وينجح. يضرب مرة مرتين بس؟ لا 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 لا، يضرب فترة بسيطة، بعد سنتين ثلاث سنين ينتهي. لكن أم كلثوم تظل لين ينتهي الزمن. لكن هذا شيء ما أدري، يعني عن نفسي أنا أتكلم، شيء مشوه للحياة، للأذن. يعني نحترم رأيك. إيه؟ ناشط على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، ماذا يعني لك تويتر أو السوشيال ميديا بشكل عام؟ والله تواصل التويتر صح أصبح مزعج في الفترة الأخيرة، كان هو قايته وتسميته كانت جميلة للمشاهير، للناس الكبار، للأمراء، للأقول الحكام، إني أكتب عنه مقطع وين راح وين جاء وين هذه. اليوم أصبح هو متكلم بألسنة الحكومة، وخاصة دول الحصار يتكلم باسمهم التويتر. وبعدين قاسي بانتقادك الإعلام القطري جدا. ليش؟ لأن إعلام ظالم. إعلام القطري إعلام ظالم جدا ومهمش شو اسمه. شوف انا خلاص، انا ما يهمني، يعني اليوم انا لاني حريص على اني اطلع لقاءات، ولا اني حريص اني تبث لي اعمال في التلفزيونات. اليوم الاعلام مفتوح مثل ما قلت لك، تليفوني اليوم هو اعلامي. لكن ظلمنا الاعلام القطري، ظلمنا كثير. ظلم مو الفنان بس، ترى ظلم اي حد. عبد العزيز محمد كان مذيع، وينه؟ مذيعين تلفزيون قطر الاقدام الجميلين، عبد العزيز السيد، عبد الله الفرج، على ما انا اقول لك، احسب وينهم؟ ان اليوم يحركنا على التويتر، يحركنا اليوم بطبيعه الحال التويتر صار مؤثر اكثر. اقول لك يعني طيب. ليش الاعلام ما يكون مؤثر؟ من الابيض والازرق اللي هو تويتر راح ننتقل إلى الأبيض والأسود. تفضل. مطر علي خجول.
نعم. الملحن القطري محظوظ. في أكبس 20 مرة؟ لا، مرة واحدة بس. أنت تتكلم عن نفسك ولا تتكلم عن الملحن القطري بشكل عام؟ اليوم أنا أتكلم، اليوم خالد أنا مع سني ومع اليوم أتكلم أنا عن جيلي كلهم. ترى مطر علي لديه لحن يرفض نشره، أبيض ولا أسود؟ وايد وايد؟ إيه؟ ليش؟ أوقات أنت تسوي شيء ما تحب تسمع أحد يغني. أنا أتكلم عن نفسي. من كثر ما هو حلو تحس إنه ما حد يستاهل يغني مثلاً، ولا؟ لا لا، مش مش حلو لدرجة إنه لا ما يستاهل. إيه، ممكن أنت عندك حلو وعندي ما بحلو، ممكن أنت تسمع، لكن أنا قلت لك أنا أناني. أوقات أنا أسوي شيء أقول ما بعشان ما حلو ما حد يسمعه، لا، حاسس الكلمات هذه تمسني أنا، فخلها عندي أنا أحلى أتغنى فيها بروحي. طيب، مطر علي يكتب الشعر؟ والله يا أخي شوف ما أكتب، يعني بقول لك نعم بس ببرر لك. يعني تعتبر نفسك شاعر؟ لا، يعني نروح الأسود. لا بس أكتب، بس مو شاعر. طيب ممكن تسمعنا شيء؟ لا ما أسمعك. ليش؟ شوف أنا ما أكتب، يعني بقول لك أنا ما أكتب قصيدة كاملة. تكتب يعني تويتريات؟ ممكن تويتريات ممكن. طيب سمعنا شيء. لا في أغاني من أغاني اللي كتبت أنا. أغاني أنت كاتبها وملحنها؟ بس مو كلها، ممكن أنا أقول حق الشاعر الفكرة، يعني اللي غناها منصور بصبار. مهندي في ذمتك ما هز قلبك غيابي، ما اشتقت لأيامي وذيك التعاليل، بس وبعدين بنت العطا كملت عليها. بعدي قدامك ورقة وقلم، راح أطلب منك أنك تكتب الآن ثلاث كلمات لعلها تكون مرتبطة ببعض أو غير مرتبطة ببعض، لأشياء تحبها أو ما تحبها، مدن، صفات، أشياء من العالم بشكل عام، من خلال حياتك أنت. ثلاث كلمات فقط راح نسألك عنها وعن اختياراتك هذه بعد ما تكتبها. تفضل. كلمة الأولى سيلفري. سيلفري سيلفري شنو هذا؟ الله خالد، لو وديك وياي أسبوع بس في سيلفري. وين ذي؟ في تركيا. سيلفري في تركيا. مدينة جميلة، فيها هدوء، فيها خضرة. يقولوا عندك شقة هناك؟ عندي فيلا. عندك فيلا هناك؟ وعندي زرع وعندي مزرعة فيها ما شاء الله، فيها خيول عربية أصيلة ما شاء الله. هوايتي دي. يلا زم يلا، انت قلت لي قم معاي، قلت لك لا يلا عقب البرنامج خلاص توكل على الله. كلمة ثانية ابو علي. عائلتي. عائلتك. ايه اليوم على اليوم 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 بمطر انكبك. ايه والله بمطر اليوم هيضني شوي حبيبي. وحشني من زمان. الله يرد بالسلامه ان شاء الله. عائلتي خاصه اول احط امي، ها، اخواني واخواتي لهم دور كبير في حياتي، وخاصه امي يعني الله يطول عمرها. امين يا رب. يعني هذه إنسانة عظيمة جدا، رغم أنها مو متعلمة، ما تعرف تكتب ولا تعرف تقرأ، لكن سوتنا إحنا الحمد لله، وصلتنا لمستوى مرضي في حياتنا. هالإنسانة الجاهلة هذه اللي ما تعرف تكتب ولا تعرف تقرأ، اللي رحنا حق زوجتي أم علي، هالإنسانة اللي صبرت علي على سفراتي، على أروح الأول تلحين، أروح مصر شهر، أروح والدراسة، وتزوجت وأنا أدرس يعني صبرت علي، ربت علي ونورة وفاطمة ونجلة وشاهين، أحلى تربية ربتهم هي، لها يعني الفضل في كل حياتنا كلها يعني. الله يرفع شانها ويبيض وجهها. الله يطول عمرك. كلمة الثالثة أصدقائي. شوف أنا عندي أصدقاء مغربين اللي أجلس وياهم في المجلس دائماً، واللي أسافر وياهم واللي أرجع وياهم،
خالد ما يعني ما أبالغ لو قلت لك مثل عائلتي. الصغير منهم ولدي اللي أصغر مني، واللي في سني وأخوي يعني. بالي وصلنا وياك إلى الختام. رحلة مطر علي في عالم الفن كانت متعبة، يعتز بألحانه الوطنية كثيراً. التلحين منحه شهرة ولكن أخذ منه الكثير. يعتبر نفسه تاجر فاشل ولا يتخيل حياته بلا موسيقى، فهي هواءه وماءه وطعامه. وصلنا وياكم إلى الختام. مطر علي الكواري في هذه اللحظات طبعاً في الختام. لو طلبنا منك أن أنت تحط عنوان لكتاب يحمل سيرتك يا ملحن وطن، فماذا سيكون هذا العنوان؟ وعلشان أساعدك راح نخليك مع أغنية من اختيارك لأم كلثوم. الله، شكرا جزيلا لك، وانتظر أنك تكتب الكلمات. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الختام، فمان الله. تصمنا موسيقى وتبين أكتب عشان تمخمخ وتسلطن.